بسم الله الرحمن الرحيم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ولكم الحضور، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وتقبل الله صلاه الجميع. ايها الجمع الكريم، في هذا اليوم ان شاء الله، وهو يوم الجمعه، يوم عيد المسلمين، أشرقت شمس الإسلام على قلب امرأة بدخولها واعتنافها الإسلام، وهي امرأة من جنسية ألمانية باعتنافها الإسلام، فهذا شرف لها وشرف لنا جميعا إن شاء الله. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن المولى سبحانه وتعالى أحبها واصطفاها وأراد لها خير، بدليل قوله سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فهنيئا لها بهذه النعمة، وكفى بها نعمة، وهي نعمة كبرى، نعمة الإسلام. فنسأل الله المولى سبحانه وتعالى أن يثبت قلبها على دينه. كذلك هنيئا كذلك لمن كان سببا في دخولها وإعنافها وإقناعها واعتنافها بالدخول في الإسلام، وهي الأخت رتيبة مثلا بنت علي، فلها كذلك ألف جزيل الشكر منا، وهي مأجورة كذلك ومأجورة على ذلك. فإن شاء الله، ونسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعل جهدها هذا وعملها في ميزان حسناتها. آمين آمين يا رب العالمين. والآن نستمع جميعا إلى تقديمها الشهادتين. بسم الله. أشهد أن لا إله إلا الله، إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. تكبير. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا